فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. نادي مدري كيف وصل نهائي كاس آسيا، ما أدري صراحة كيف وصلوا. باص ما يعرف يمرر الباص، كيف وصل؟ والله لو أجيب عيال حارتنا، استغفر الله، لو أجيب عيال حارتنا أن يفوزون على بوهانك. مستوى سيء، وخلتونا شد ظهرنا فيكم، طلعتوا مو بقد الثقل اللي هي قطع ذا الوجيه. صدق صراحة مبروك، مبروك الفوز يا ريان. الله يبارك فيك. والآسيوية صعبة قوية، دقيناك ودقينا الكوري بعدك. أنا قاعد أبارك لك. الله يبارك فيك. أيوة. ونفذ الحكم اللي أنت وعدتنا في التيك توك فيه. أيوة. نزل صورة سلمان الفرج. أيوة. واخلط واخلط واخلط، استمتع استمتع مع الزين. هل وعدك سلمان؟ انتهت الحكاية، الهلال بطلا لآسيا. نعم للأسف، هيثم عسير يجب أن يكرم في البوليفارد بكرة، ويجب أن يحتفلوا معه، لأنه الفضل بعد الله ثم هيثم للأسف. يا مرحبا والله، يعني والله ما راح اقول مبروك للهلال صراحه، لان الهلال والله ما كان يستاهلها. يعني لو لعب ضمك والله اخذ الكاس، بس يعني والله اسيا مو بس انا كاني اهلاوي اني كاني حاقد، يعني في اتحاديه هنا او في اتحادي بذمتك يستاهل يا هلال. والله اسيا صارت سهله صراحه، اي نادي يقدر يجيب هذا الحين. حظ الطواقي، طواقي محظوظين يعني في البحر، واعطينا والله الطواقي. والله استغفر الله، ما اقول شيء بس انه حرام وشرك. بس المهم ما اقول مبروكين يا زعقاء. والله يلا سلام عليكم. هذه اللقطه اللي جاء منها الهدف، كيف تبغوني اصف النيه؟ مبروك يا هلاليه. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على محمد. باركنا ما باركنا، خلاص سجلت في تاريخ الهلال العالميه. اليوم فارس عوض قالها، انا كان عندي اخوياي هلاليين يتابعون المباراه، ما صورت احد بس كان واثق من فوز الهلال، فجمعت اخوياي وتابع المباراه. طبعا الحكم اماراتي، كان رئيس الاتحاد حق الفيفا موجود، يعني بيرضى يعني مرتشي. خذوها الرجال وفرحوا وانبسطوا، تبي تطقطق تبي تشك تبي تشكك تبي، خذوها العالمية الثانية وانت ردد. احسن لك انثبر وشوف ادارتك اصلحهم، هم السبب، هذولهم البطولات وانت لا تقعد تطقطق وتطلع مقاطع والحكم اماراتي وما ادري وش سكوبار خذوها طرق، والله خذوها طرق، وكانوا واثقين انهم بياخذونه. هذا هو المشهد، هذا تكرر معي، بس كان ما في بطولات الهلال، كان أفرح إذا الهلال طلع من آسيا عشان ما يحقق العالمية. كان بالنسبة لنا خروج الهلال من آسيا إنجاز، كنا نفرح، ما نأخذ آسيا، خذينا العالمية مرة واحدة خلاص، نشبنا للأندية ونشبنا للهلال. عالمية صعبة قوية، كان مستوياتنا يا رجال رايحة فيها، بس نفرح إذا خرج الهلال من آسيا. الحين الفرحة اللي كانت مؤقتة والحين جرد أليم أليم، عطانا في الصميم، ردوا الدين. الحين العالمية صعبة علينا حنا يا النصراوية، والله صدق خلاص لازم نرضى بالأمر الواقع. إنجاز تاريخي في بطولات الهلال، زعيم آسيا، العالمية خذاها مرتين وبيشارك فيها، خلاص انتهينا. والسبب الكبرياء والانقسامات كلهم الحين باركوا الهلال، أكثر النصراويين باركوا، حتى بغلف بارك. والله العيب فينا احنا الجماهير اللي اعطينا الاعلام فوق حجمهم، وثقنا في الاداره ودعمناها، هي من بدايتها كانت متخبطه اصلا، بس كان يطلع يصرح ويهدي اعصابنا ويلا، وحنا معه، طير الرجاجيل وحنا معه، ما في ما حد قدر يوقفه، دمرنا تدمير شامل،
والله ودانا الى التهلكه. خلى الجمهور منقسم اللي مع واللي ضد. يا رجال في ناس فرحوا في خروج النصر، هم نصراويين عشان يقولوا الاداره فاشله. هذا ويعتبر عالمي وصميم ومتعصب بس كذا عشان يطلع حرته في الاداره. احنا توهقنا، المشجع توهق، الاعضاء الذهبيين عناد، بس كذا الشخصيات كذا بس، تصوير واعلام من داخل كل واحد حاقد على الثاني، مجاملات، هذا اللي ضيعنا. عشان كذا ما الف الف مبروك للهلال. السؤال واحد، هدف ناصر الدوسري الاول شلون احتسب؟ مستلمها بيده، هذا في كره قدم تسمح انك تمسك الكره بيدك؟ الجواب عند الهلاليه، بس الهلاليه مسموح عندهم هذا الشيء، حتى في نهائي اسيا التحكيم معه. والله مشكله دي. وين فينا شر الضحك؟ في غريب الثاني عشرة. هاي هذا يستهتر ذلك قبل شوي، والله انا مستهتر والله. سبحان الله، فوز باهت لو تجيب كأس العالم للأندية، لكن عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى مباراة أول شيء بالرياض، هذه نمررها، نقول ممكن القانون سمح لهم. الحاجة الثانية هي الحكم، عربي خليجي إماراتي. الحاجة الثالثة أنا شفت احترام بس مثل اللاعبين الكوريين ما شفت، يعني الهلال متوتر وهم متقدم اثنين وقدام جمهور. هار لك الفريق الكوري وقسم بعزة الله ان الهلال ما يستاهلها لو يفوز 10-0، انتم عارفين ولا عارف. انتهت خلاص، انتهت. خلاص انت عزيزي النصراوي، تعال. انا والله اني احبك وتراني نصراوي مثلك، لكن والله ارضى بالامر الواقع، ارضى فيه. والله ما عاد معك فكه، خلاص قدم الهلال 2 والدقيقة 72، والله ما عاد في قلبها احبيه وبارك يا رجال. خذهم جماله، قال لي شيء ما واحد ياخذها غيرك. تعلم الانديه السعوديه الثانيه تعلموا من الهلال، والله انها مدرسه، والله انها مدرسه. ما راح ينجح النادي ما راح ينجح الا اذا تكاتفوا ثلاثه، الاداره والاعلاميين والجماهير، تكاتفوا خلف النادي. اللاعبين راح يقدمون، ترى كل اللي اللاعبين اصلا ما لا هم لاعبين كره، بيقدمون كل اللي عندهم، بس الثلاثه هذول لو تكاتفوا والله العظيم انه ليحقق انجازات عظيمه. مستحيل تحقق انجاز وعندك اعلاميين موزعين على كل قناه وكل قاعد يقول رايه ويعني يغسل فريقه. واحد موجود عند مصطفى الآغا، واحد موجود في أكشن، واحد موجود في 24، واحد موجود، وكلهم قاعد ينتف في، يعني أضرب لكم مثال النصر. يا أخي جمعوا هذونا، جمع يا أخي، أعطوهم فلوس يا أخي، اصرفوا عليهم يا أخي، سكتوهم، فكونا منهم. والله العظيم أما الآدمي لقي له رزق، أبلح قناه ولقي له رزق، يتوزق الله وينتف النصر ولا ينتف الاتحاد ولا ينتف الاهلي، والفائده ما راح تحقق انجاز. هذا الهلال شوف ايش سوى. طلع لي اعلامي هلالي موجود في ام بي سي ولا موجود جالس ينتف الهلال، والله ما يقدر. Target down. Target cover me. Headshot.
Enemy down. Target's in sight. Stealth chopper. Target down.